مساء الخير. هناك سر فيها، فيها شيء ليس في غيرها، فيها طاقة إيجابية هائلة وحضور آسر وهدوء صاخب وسمات غير نمطية. إنها المرأة الذكية الصبورة التي لقنتها الحياة دروسا وعبر. سلوى غدار يونس مع ريكاردو كرم. مساء الخير سلوى غدار يونس، بيسعدني تكوني معي الليلة ضيفي. أنت الإمرأة الفاضلة، سلام. أنت الدكتورة والسفيرة، بماذا أناديك الليلة؟ السيدة الفاضلة. اللي بيريح لي قلبي هو الفضالة. كإمرأة ناشطة، أي لقب يشعرك بإطراء؟ المجاهدة الفاضلة. أي لقب تشعرين أنه يشبهك، أنه أنت؟ الصابرة. اسم سلوى يترافق مع كنيتين، الأولى هي عائلتك والثانية هي عائلة زوجك. هل التنازل عن واحدة يعني التنازل عن الهوية؟ أكيد لا، هن هوية واحدة، لأنه بيتجسدوا أولادي، عائلة جوزي بتتجسد أولادي وأنا بتجسد عائلتي. هيدي عيني وهيدي عيني، ما في استغنى عن عين منهم. لمن الغلبة؟ الغلبة للاثنين، ما بقدر أقول لك، لأنه بحسهم أنه عائلتي، هن اثنيناتهم عائلتي، ما عم جامل. هيدي الحقيقة اللي بشعر فيها ريكاردو، ما بتصدق. الذي يتعرف عليك عن قرب يكتشف فيك سمات عديدة، أنت قادرة على العبور إلى القلوب. هل هذا ذكاء منك فيه بعض التخطيط أم مجرد عبور عفوي تلقائي لتخطيط فيه؟ سماهم في وجوههم، الإنسان دايماً بينكشف من سماه. ومن سماتهم تعرفونهم؟ أكيد. يقال العينان تعكسان الأفكار، كم تحرصين ألا تقرأ أفكارك من خلال عينيك؟ كثير بحرص، لأن أمرار بيغدروني عيوني، وبعمل كل جهدي ما يغدروني. بعمل كل جهدي إنه أحتفظ بشعور عيني، بحركات عيني اللي هي بتمثل داخليتي، خليها إنه ما تغلبني، إنه أنا أغلبها. لأن في شغلات ما بحب أنا أتضلها لنفسي لتريحني، ما بحب إنه كل شيء عندي إنه أعطيه للناس، أنا مرة بعذب الناس. هل تخافين من العفوية؟ أكيد أكيد، لأن أمرار عفويتك بتأذي. الثقافة هي ما يبقى بعد أن ينسى الإنسان كل ما تعلمه في الدراسة، في المدرسة والجامعة. الحياة هي المدرسة الأهم التي ننهل منها، نتعلم منها، وأنت ابنة هذه الحياة. طاغور الشعر والروائي قال: إن الأشواك قد علمتني الكثير. كم تعلمت من التجارب؟ تعلمت كثير بالفعل. هي الحياة كلها أشواك. أمرار بتقدر تزمت حالك من شي شوكة مثل ما بقولوا، من هالشوك، بس بتكون موقتي، بعدين بتعود ترجع، لأن إذا تعودت، وأنا تعودت على الحياة اللي فيها شوك، لذلك هالشوك هيدا تعودت عليه، ما بتعود تحس فيه، بتفكره رحمة من الله، لأن بتكون الله منزل عليك رحمة، أنت عم تتعقوس بس مش حاسس. مثل لما بتجيك مصيبة كبيرة والناس بتشوفها كلياتها يا لطيف، بقولوا شو صار؟ قديها المرأة تكون هلأ متضايقة، قديها كذا، ما بيعرفوا إنه الإيمان والصبر يلي بقلبي ما بحسسني بشي. بصير بزعل عليهم إنه ليه أنتوا زعلانين؟ ما أنا مني حاسة بشي. الخيال أهم من المعرفة. الخيال بيجعلنا نحوط بكل الكون. هل تعيشين أحياناً في الخيال أم أنك إنسانة واقعية؟ أنا إنسانة واقعية، بس مرات بحب اتخيل شغلات لريح نفسي، وبتكون حقيقيه التخيل، لان بعرف بعد يصير، يعني ما في شيء تخيلته ما عاد الله حقق لي اياه، لذلك بسبق على حالي، بسبق هالحدث هيدا وبعيشه، بتخيله، لان بعرف انه بعدين بده يتنفس بقدره الله سبحانه وتعالى. وثقت بنفسها، تمردت على الاستسلام، حفظت كلام الله، وامتلكت حاسه سادسه لا تقهر. فاصل.
أولاً مشاركتكم ولأشكر دعوتكم كي نعمل معاً على خدمة مجتمعنا وأهلنا. كما تود إدارة الجائزة اليوم أن تشكر سيدة الأعمال اللبنانية سلوى غدار يونس على دعمها لجائزة الإمارات للسيدات التي عبرت عن رغبتها في نقل هذه التجربة المتميزة إلى بلادها. أنا بفتخر وبعتز أنه بدولة الإمارات يكون إلى والدتي تكريم، وحاسة أنه هذا تكريم مش بس لإلها، تكريم للشعب اللبناني كله، لأنه هي بتمثل لبنان وبتمثل دولة بحاجة لدعم بالدول العربية كمان. بصراحة متناهية إن سعادتي لا توصف لهذا التقدير، وعساني بإذن الله تعالى أن أكون دائماً عند حسن ظني أهل العلم والخير. عودة إلى ضيفتنا الدكتورة سلوى غدار يونس. أراءكم تهمون أصدقائي المشاهدين، تواصلوا معي عبر موقع التويتر على عنواني الخاص ريكاردو آر كرم، وعبر صفحة الفيسبوك الخاصة كرم ريكاردو. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. أهلا فيك. مثل ما شفنا بهالتقرير شهادات عديدة، 5 شهادات دكتوراه فخرية، لماذا تمنح سلوى غدار يونس كل هذه الشهادات؟ أنا يعني مش إنه عم بستهجن، إنه عم كنت منتظرة إنه الله يعطيني كل شيء زرعته. أكيد مش ضروري تزرعه بالكتاب، تزرعه بالعمل. ومن يمشي مكبا على وجهه أهدى فمن يمشي على الصراط المستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دايما شاكر ربي على كل شيء بيعطيني إياه، والطريق اللي ربنا رسم لي إياها ماشي عليها بخطى، بتطلع يميني وشمالي إنه ممنوع الغلط. لكن إحنا بشر بالأخير، نحن بشر، جل من أخطأ، جل من أخطأ. الخطأ بيتصلح يا ريكاردو، الخطأ والشر بينقلب للخير، فيك تقلب الشر للخير بسهولة؟ بسهولة، أكيد بسهولة، إذا عندك النية، إذا عندك النية إنه بتوصل لهالنتيجة. إنه هالإنسان إذا إنه هيدا إنسان شرير وإنت ما بدك إياه يضل شرير، إنت عم تخدمه، مش إنه بعدت عنه خلص ما بدي إياه وكذا، لا، بدك تتطلع بإنسانيتك، بدك تضلك ورا 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 ليصير محب. وهيدي تجربة بالحياة، يا مس ناس أشرار وصاروا أعز الناس عندي، وصرت أنا أعز الناس عندهم. هيدي النقطة اللي بركز عليها، إنه الإنسان فيه وصار لهالشي، إنه يريح حاله من الشر. في هذا الحوار ليلي عم اكتشف إنسانة بالنسبة لكتار مغمورة مجهولة، وبالنسبة طبعا لبعض الأشخاص يلي هن بيشكلوا المجتمع يلي أنت منضوية من خلاله، يلي أنت عايشة بينه سواء في لبنان أو في بعض الدول العربية. لكن يلي بيسمعك الليلة عم يطرح علامات استفهام وأسئلة، وعم بيقول عما تتكلم هذه السيدة؟ تتكلم عن الخير، تتكلم عن المحبة، عن التسامح، عن الإيمان، وبكلامك دائما في إيمان. الحمد لله. يعني هو الضوء يلي عم تستنيري من خلاله، يلي عم بينور أيضا خطواتك وطريقك. مثل ما شفنا بالتقرير لبروفيسور مايكل ليميه رئيس الجامعة الأمريكية في لندن، وعند منحك الدكتوراه الفخري في العلوم الإنسانية، قال إنك أول سيدة في الشرق الأوسط تحظى بهذه الشهادة. بصدق، ماذا شعرتي في تلك اللحظة؟ شعرت العزة من الله سبحانه وتعالى. دايما أقول يا عزيز العز في عزه، ما أعز عزيز العز في عزه. يا عزيز أعزني بعزك، وأيدني بنصرك، وادمر عني همزات الشيطان. هيدا اللي شعرت فيه، إنه العزة بتيجي من الله سبحانه وتعالى، وفي مفاجآت ربانية بتكون مخبية أنت ما بتكون حاسس فيها، بتيجي يعني إنه أنت مش إنه ما بتستاهلها وإجت، يمكن بينك وبين نفسك بتقول أنا بستاهل، لأن أنت مقتنع بنفسك، عارف طريقك إنه ماشي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله،
الله موجود، الرحمة موجودة. لذلك أنا ما بتفاجأ كثير، بس بقول هيدا عز من الله سبحانه وتعالى. أنا بدي أشكر رئيس الجامعة الأمريكية ميشيل مايكل نيميل اللي إجا خصيصاً من لندن ليقدموا لي هالامتياز، مع أنه طلبوا مني أنا أروح على لندن ويعملوا لي الاحتفال بالجامعة الأمريكية بلندن. أنا رفضت يا ريكاردو. بحب برهن للعالم كله أنه أنا ببلدي تكرمت من الغريب. بركي الناس بلبنان هون بيصيروا يعرفوا قيمة شعبهم وبيصيروا يعرفوا كيف يكرموا. لاحظت أنك بتستشهدي بأقوال مأثورة وبكلام من القرآن الكريم والكتاب المقدس. أكيد. هل لهذا الاستشهاد علاقة بمصداقية كلامك؟ هل بيعطيك دعم أكثر؟ هل بيخلي الكلام يلي أنت بتفوهي فيه بيتمتع بصدق أكثر؟ أنا دايما متسلحة بكلام الله، بس مش متسلحة بالحكي. بحكي يلي أنا عم بشعر فيه بحكيه بآية قرآنية، اللي أنا عم نفذه ريكاردو أنا بحكيه بآية قرآنية، مش يلي الحكي هو اللي بيخليني. أنا العكس، أنا الشيء اللي بعمله واللي بحكيه هو باخده بمسأ بآية من القرآن الكريم لأدسه وباركه بكلام الله سبحانه وتعالى. يقال أنه كلما الإنسان اقترب من الفطرة وكان تلقائي بسيط ومرتبط بالطبيعة زادت عنده الحاسة السادسة. أنت بتتمتعي بحاسة سادسة متقدمة، هل وجدت إلى تفسير؟ يعني أنه الفطرة يعني هي أنه بتخليك، لا يا ما ناس ما عندهم الفطرة وعندهم حاسة سادسة، هيدي بتخلق مع الإنسان، هي بتخلق مع الإنسان. في علم النفس بيطرحوا أسئلة عديدة، وإذا أتت الإجابات كلها نعم يكون المرء حقا يتمتع بحاسة سادسة. رح نلعب دور علم النفس، نطرح عليك بضعة أسئلة، بدي أطلب منك تجاوبيني بنعم أو لا. هل سبق أن ألغيتي مشروعا أو قرارا لأنك أحسستي بشيء غامض تجاهه؟ نعم. هل تتحقق أحلامك دائما؟ دائما. هل تستيقظين من نومك قبل رنين الساعة؟ على الفجر بدي فيك. ما في. في هذا الآيباد هنالك مجموعة صور اخترناها. هذه الصور لها علاقة فيك ومرتبطة فيك. هل بتخيلي شو هي الصورة أو شو هني الصور اللي تم انتقائها؟ أكيد الصورة اللي عم بتطلع بالمستقبل فيها. إذن أنت تتمتعين فعلاً بحاسة سادسة. كانت كل الإجابات إيجابية. رح نكتشف الليلة المحطات يلي لعبت دور حاسم وكانت نقاط تحول بحياتك. لكن هلأ رح ندخل معك في امتحان تطبيقي. بدي أطلب منك تفتحي الآيباد الموجود أمامك. هذه صورة المزبوط، نظرة إلى المستقبل. استثنائياً وكسراً القاعدة هنالك صورة واحدة في الآيباد، صورة تضع ضيفتي ببيتها بألبومها، والصورة مذيلة بعبارة نظرة إلى المستقبل. هالصورة تقصدت أن تلتقط لها في لحظات حزن كي تكون حافز دائماً لها، كي لا تتوقف مهما واجهت من محن وصعاب بحياتها. هذه سلوى، سلوى حزينة في هذه الصورة مثل ما شفنا. هل خلف هذه الابتسامة الدائمة هنالك دمعة، هنالك ألم، هنالك وجع؟ أكيد. كل إنسان عنده دمعة وعنده حزن وعنده هيك، بس عنده فرح كمان. ما فينا نقول إنه بس أنا هي الصورة، يعني كنت ما بدي أفسر الألم اللي كنت عايشته، وأنا حبيت إنه خيي يصورني لأتذكرها، لأن كان أول يوم مكتب جوزي من الحرب راح، جوزي محامي، مكتبه كان كثير حب انزل لعنده وكذا وكتبه وذكرياته وكذا، راح فرد يوم. بعد أسبوع طلعت على بيتي بسن الفيل كمان، لقيته كله رايح وخراب، ما لقيت شيء، ما بقى لي شيء إلا هالصورة
يصوروني إياها لأتذكر هاليوم وكافح وبلش بمسيرة حياتي جديدة. بدك تبني بيت، بدك تبني شغل، بدك تكفي حياتك، الحياة بدها تستمر، ما بتوقف هون، مش بتوقف عند مكتب أو بيت، لا، الحياة في إلها مجالات كتير واسعة، وقدر ما أنت بتعطيها بتعطيك، أنا عطيت الحياة كتير. نشأتي في بيت متدين، الوالد الحاج محمد تامر غدار. الله يرحمه. الله يرحمه، كان يجيب بأي قرآنية. صح. وهكذا تفعلين أنت مثله، حفظتي القرآن الكريم، الحمد لله، وتعتمدين كلام الله مرجعا. هل هذا أحد أسرار نجاحك؟ أكيد. والد سلوى عانى كثيرا، فقبل أن يرتبط بوالدته وينجب 11 ولد كان متزوج وله 6 أولاد، ويوم ضرب الطاعون لبنان قتلت الدولة أولاده وزوجته أمام عينيه. صح. في مواجهة الطاعون بإبرة وبغزة ماتوا تباعا. كيف لرجل عاش كل هذه المأساة أن يعود ويؤسس عائلة متدينة ناجحة؟ الله يرحمه. هيدي البابا كان يقول هول، لما أنت يا بابا اللي عطيتيني أمانة حطيها عندي وجيتي بدك إياها، شو بدي أقولك؟ مهما تكون معلق فيها وبحاجة لإلها، بس الأمانة بترجع لأصحابها، وهي أمانة الله أعطاني إياها، عطيته إياها. بس أكيد قعد 15 يوم بالبيت يصلي وصايم بينه وبين ربه، بس ما كان يشوف بشر أبداً بهالمرحلة. هي أكيد كان منفرد بينه وبين ربه، وأكيد الله ساعده كتير. ولقلك أنه كان البابا يقول الله يرحمه، العقل موجود بالصبر ونحن من الصابرين. يقال أنك نسخة طبق الأصل عن الوالد، هلا شيء بيسعدك؟ إيه كتير. البابا عطانا يعني آخر أيامه، الإنسان اللي بيكبر بيصير بيقولوا أنه بيصير ينسى، بيصير هيك. بابا آخر حياته كان ما بعرف يجاوب الناس إلا بأي قرآنية، كنت قل له مثلاً كلمة يجاوبك بأي قرآنية، ما يحكي بالحكي العادي ولا كلمة، عطول يضل نحن نسمع منه. مثلاً كان عنده هيك في شيء، قد ما مؤمن ودين وعميل خير كان يعمل الخير بدون ما حدا يعرف. كان مثلاً واحد مات أو واحد كذا بده ياخده، بده يسوي له كل شيء وما حدا يعرف. بعد ما مات بابا انكشف، العالم صار تحكي قولوا الحاج محمد تامر غدار الرجل التقي كذا، هو يتم أيتام، يتم إنه الناس تيتمت من بعد ما راح، قد ما كان بس عايش لعمل الخير. أكيد رب عيلي أخواتي كلهم بالليسي وبالرهبات وبالأحلى مدارس حاطتهم، وكنا عايشين عيشة كتير كتير الحمد لله مكتفيين. كان بابا من التجار الكبار، يعني كان أيام فلسطين، وكان رجل مكتفي، علم أولاده، كان هدفه بس أنه وبتمنى كل رجال ياخدوا شوي من هالناس القديمين اللي مثل بياتنا ويعطوا حق أولادهم. كان البابا بس لأولاده وللفقراء عايش، ونجح عائلته ونجح عمله الإنساني لأن ضل طويل الله سبحانه وتعالى. شخصيتك القوية منا صدفة، أنت سقلتيها اشتغلتي عليها، وهي نتيجة تدريب وتمرين يومي منذ الصغر. يقال أنك كنت تجالسي العلماء في صغرك وتتلين بصوت عالي جهوري خطابات وتلقين التصفيق الحار من الحضور. هل رأى الوالد فيك ما لم يراه في الآخرين فقدمك ووضعك بالطليعة في مجالسه؟
لا كل اخواتي كانوا كثير كمان عندي، يعني اخواتي كلهم كانوا هيك ما بشك، لكن دائما في حدا بيكون متميز. انا كنت عندي الجرأة يمكن اكثر من اخواتي انه حب استقبل الزعماء وهيك شيء، وكنت كمان بين للماما يعني كان من الوجهاء بالغازيه. اصبحتي زعيمه انت بالتالي. لا يعني الزعامه انت بتقولها، بس هي نحن مثل ما بقولوا ما بنقول عن حالنا زعامة، بيزعلوا منا طبعا زعماء الجنوب التقليديين والجدد حتى، لكن طبعا الزعامة هي في المجتمع اللي بنعيشه، هي القيادة وروح القيادة، مش فقط في العمل السياسي لكن لا سيما في العمل الاجتماعي وفي العمل الخيري وفي القيم يلي نحملها بحياتنا يلي فينا نعطيها لغيرنا وفينا نورتها لغيرنا ونعلمها للآخرين. إما لسلوى ماتت في سن الأربعين، غدرت باكراً قدر آخر حزين وجاهه والد سلوى. صح. حدث هذا منذ عقود وما زالت ضيفتي حتى اليوم تذرف الدموع حين تذكر اسم الوالدة. ما زالت أمها تأتيها في المنام. صح. وتوجه خطواتها. كم تدينين لها بنجاحاتك؟ كثير، لأن أكيد رضاها لحقني، لأن أنا كنت كتير مرضية عندها. يعني كانت حياة سلوى عندها إياها بالدنيا كلها، وكنت أنا أقدر هالشي كتير. وكنت بتعرف يعني أنا لهلأ ريكاردو ما مصدق أنه الماما توفت، لأنه الأم ما بتصدق أنها بتتوفى. هيدا السر اللي أنا عايشته اللي بيخليني أنه اقتنع أنه أنا أمي بعدها عايشة. ليش؟ بمين أوصتك؟ بولادها بأخواتي، وأنا كتير كنت أم لألهم وبعدني أم لألهم، وبفتخر أنه أكون أم لألهم، لأن كلهم صلاح، كلهم بيرفعوا الراس، كلهم تابعين خطى الوالد. الله يخليكم لبعض. ميرسي. تزوجتي في سن مبكر جدا في عمر 16 سنة من عصام يونس، وفي اللقاء الأول سكبت العصير على خالك، موقف لا تحسد عليه مطلق أي فتاة. لكن عريسك الذي كان لا يزال طالب حقوق أعجب بك وتم النصيب. زواجك لم يكن منذ النظرة الأولى تقليدي. أنت امرأة ترفضين أن تكوني في كل المجالات تقليدية، هل أنت متمردة أم متجددة؟ أنا متجددة، ماني متمردة أبدا. بدأت ست بيت، زوجة وأم، وبعد أن أدت نذرها الأول واطمأنت إلى مستقبل أولادها عادت إلى نفسها وانطلقت من جديد في سن الأربعين أو أكثر بقليل. نحن الليلة لا نتكلم بالأعمار، وهذا أمر يحتاج طبعاً إلى محرك داخلي هائل. والبداية كانت في اللجنة اللبنانية الدائمة للتنسيق التي ضمت خمس سيدات. صح. لماذا أنت؟ يعني ثاقبت الصدف أنه أول ما طلع الله يرحمه فخامة الرئيس الياس هراوي، إجا رئيس جمهورية وكانوا بالقصر الجمهوري المؤقت بتذكر، وعندي صديقة عزيزة على قلبي كثير هي وجوزها معالي الوزير السابق أستاذ إدمون رزق، اللي هو صديق حميم من سبانا لهلا، هو من أعز الأصدقاء لنا. سيدي روني زوجته هو طبعا. روني ست روني هي من الصديقات الفاعلات بالمنطقة، يعني اللي هي كانت بالفعل قدوة للسيدات بمنطقة جزين، كانت تطلع وتساعد وتضل يعني ما تعد وبيتها يضل مليان وبعدها حتى اليوم طبعا وبعدها لليوم. وهي سبب طلعت انا وياها لن يعني نهني ست منى الهراوي بالرئاسه الجديده، واختارتني ست منى اكيد إلى فضل كبير ست روني بالقصه، انه هي الباب اللي انا فتت منه، يعني لو ما انا رايحه انا وياها ما كنت عرفت على ست منى، واختارتني انه اكون عضو تاسيسي معها باللجنه، فاصبحت بالتالي النافذه اللي هي اطلت من خلاله الى اماكن كثير بالعالم، وانت اخذتيها الى مطارح كثيره. انت اشتغلتي في البدايه بدون اي مقابل، اكيد كان عمل تطوعي، أكيد تطوعي أكيد. لكنه طبعا شرع امامك الكثير من الفرص. هل كنت على علم بما تفعلين؟ هل كنت تبنين علاقات
وتراكمين معارف، هل كنت تنظرين إلى 10 سنوات مستقبلية إلى الأمام؟ بلشت مع الست منى، كنت حب كثير طريقتها بالشغل لأنها كانت تناسبني طريقتها. كان حلمي يعني أنه فوت بهالباب الإنساني المتشعب يلي بيشمل كل المناطق مش بس منطقة واحدة. يعني الرسالة اللي أنا حاملتها وهي عن نطاق صغير تشعبت بواسطة هالباب، بواسطة اللجنة اللبنانية الدائمة للتنسيق، اللي أنا كمان ببعض الأوقات أنه كنت روح أنا ممثلة للست منى الهراوي بالاحتفالات، مثلاً برعاية اللبنانية الأولى كذا، ممثلة بالسيدة سلوى غدار يونس. يعني كنت روح مثلاً بمجالات كتير، كانوا ينتخبوني أنه بريزيدون دونور الجمعيات هول اللي أنا رحت افتتحها، انتخبوني رئيسة فخرية لإلهم، وصار عندي كتير جمعيات منهم الوقاية من أمراض سرطان الثدي اللي هيدي كتير كتير اشتغلنا وتعبنا بكل مناطق لبنان لأجلها، وجمعية السيدة مريم اللي كتير بحبها هالجمعية واسمها كتير بغطي عشعوري بكل شيء خير، وهي بإيماني إنه هي كتير ساعدتني هالجمعية إنها حققت شيء بدي أعمله للعذراء عليها السلام بهالجمعية، والحمد لله كتر خير. وجمعيات كثير يعني منهم شيء 14 جمعية كنت رئيسة فخرية لإلهم. أكيد بواسطة هالباب اللجنة اللبنانية دايما للتنسيق اللي بكن لها كل احترام وكل تقدير. حلمت أن الله فتح لها بابا في السماء وأعطاها حصة في جناته عن جد، فحلقت على بساط الريح صح إلى قطر ومنها إلى كل الدنيا. لحظة حاسمة أخرى، نقطة تحول أخرى بحياتك تنبئك بأبواب ستفتح أمامك، وهذا مكان شرع الباب أمامك واسعا في قطر. ماذا حدث؟ صدفة كمان، عمل خير، عمل خير ابتدأت فيه مع إنسان عملت معه عمل صعب كتير، كنت أيام بعدني مع باللجنة وهيك، وعمل كان صعب أنا ما كنت عارفة أنه رح يزبط، بس القدرات الإلهية اشتغلت وساعدنا هالإنسان. خبر مرت حاكم سابق، خبرها حبت تتعرف علي، كثير حبت تتعرف علي، إجت على لبنان وطلبت أنه تشوفني وتعرفت عليها، حبيتها كثير يا ريكاردو، كأنها فاتت قلبي، امرأة فاضلة، شيخة من كل شيخة، شيخة الشيخات بكرمها بأخلاقها بتواضعها، يعني هالتواضع انه قد ايه هي سمو قد ايه كذا، والتواضع اللي شفته منها يعني ما بشوفه مع مره عاديه، فاتت على قلبي كثير وحبتني كثير وانا حبيتها، وطلبت مني شغله اعملها وعملتها بقدره الله اكيد، وطلبت مني زورها مثل ما هي، انا جيت واجت لعندي على بيتي وانا طلبت مني زورها، رحت زرتها بقطر، ما قبلت هي تبعت حدا على المطار يستقبلني الا هي، وتعجبوا كلهم بالقصر انه سمو الاميره هي رايحه لحتى تستقبل مدام يونس، ما قبلت اللي حواليها يروح حدا، راحت هي بزيتها وجابتني بسيارتها، ولما نزلت بالقصر عندها ما قبلت تنيمني بقصر الضيافه الا بالجناح تاعها، وهي نامت بغير جناح. يعني هيدي من الله، هيدي أول بداية انطلقت منها، تعرفت على بنتها اللي هي اسمها الشيخة حصة، اللي هي شيخة بالإيمان مثلي، حافظة القرآن عن الغايب، مؤمنة جدا، ذات أخلاق ما بتوجد منها بلا زغرة بالعالم، ما فيك بتقول الله بعت لك إنساني حلم بأخلاقها بكرمها بتواضعها بتعاملها مع العالم. مثلت عندي الأم والأخت والبنت والصديقة، يعني جمعت كل هالشي باسم حصة. أقامت في برج العرب في دبي معرض رائع ضم لوحات أو ابتهالات
كما ترغبين في تسميتها ابتهالات. ابتهالات الشيخة حصة، يعني ضجت الإمارات كلها فيها، وإجوا من كل دول العالم حضروا الإكسبوزيشن تبعولها، إجوا من لندن ومن كذا، وإجوا نساء ورجال عظماء. لكن هذا أيضاً هونيك كان نصيبة. لكن هذا أيضاً كان خرق آخر أيه؟ القواعد الجامدي صح. في مسيرتك صح. كان استثناء آخر، فكلنا جميعاً نعم نعلم أن أعمال الشيخات العربيات الفنية مهما ارتقت من النادر أن تعرض صح. على العموم صح. ألم تخشين أن يرتد ما قمت به سلباً عليك؟ من بعض أشخاص، من بعض أشخاص ما بيتفهموا مثلاً الوضع اللي كانت فيه الشيخة اللي عاملة شغلات ولا ممكن أي إنسانة فنانة شاعرة أديبة تقدر تعملها، يعني حرام بس تنحط بعدين بالمتحف. هي آخر شيء أكيد ما بتبيع منا ولا لوحة، هي أكيد لتقدمهم للمتحف آخر شيء، لأنه هن تحف. لما أنت عم تفوت شغلات إنه من الشعر والأدب والقطب، لكل قطبة شكل بشعر بشي، يعني شغلات الأجانب كلها اندوخت إنه شيخة هيدي معقولة الشيخات عندهم وقت ليعملوا هيك. نجاحك هذا نقلك من أحضان عائلتك الصغيرة إلى فضاءات أرحب وأوسع، فبدأت في العمل في القطاع العقاري، تشترين وتبعين، طبعا نقل بحاجة إلى حنكة صح. وإدارة. من أين أتيت في هذا الحس؟ حس التجارة، حس العمل، حس البيع والشراء. هل لأنك في نقية؟ هل لأنك قريبة من صور؟ خبرينا. هي صحيح بدها حنكة وبدها مجازفة وبدها، يعني انت عم نازل بمطب اذا خسرته يعني معناتها انت، لان انت بتعاملك بهالشغله مش انه تعامل انه عم تبيع شغله لتاخذ كوميشن او لتعمل، لا انت عم تعمل شغله تجاريه، يعني عندك اذا على كل الاحوال الربح بده ياخذه صاحب العقار، بده ياخذه. يعني امرار فيها ريسك انك انت تخسر، مش دائما تربح، بس الفضل من الله، فضل من الله دائما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السماء أعطتك أيضا عقل راجح وحظ جميل وثلاث أولاد، ناجي الجراح في المستشفى الملكي السعودي، وهو أب لثلاثة أولاد، سلوى الصغيرة، عصام صغير، وعيسى، وميرنا محامية وهي أم لثلاث بنات أيضا، سلوى من جديد، زينة وتيمة، وهنالك ابنك الثالث زاهي يعيش في سان دييغو في كاليفورنيا. المفارقة الأولى أنه بين أحفادك في اثنين سلوى. هل ذكاء سلوى الجدي دفع بالأولاد أن يحتفظوا في أسرهم باسم سلوى؟ أنا عم لاحظ مع سلوى وسلوى اثنينهم يعني كثير عم بعجب فيهم. سلوى الكبيرة هلأ هي يعني تاني سنة جامعة، عم بشوف كتير نتيجة حلوة منها بذكائها، مش بس بعلمها، بعلمها كتير منيحة، بس كمان بتصرفاتها كتير بتعجبني. حتى أمرار يعني باخد، بحب إنه أنا دايما نهار الأحد للأحفاد، يعني ما عندي شيء الأحد إلا جمعتي، لأنه أنا بقول لازم كل تيتا إنه تزرع هو المكسب، هول انت ما تعبت فيهم، هو المكسب للحياة، تزرع مع هالأحفاد محبة، لأن بعدين هي بحاجة لإلهم. ما هو درس الحياة الذي تهمسين به في آذان أحفادك؟ الصدق والتقوى، دايما بقول لهم تيتا مهما كلفكم الصدق أقوى أقوى لنا والكذب أفعى أفعى لنا. الكذب ما بيودي إلا ولو عطاك نتيجة مؤقتة، بس بتكون بينك وبين نفسك عم تتعذب. هالنتيجة ظاهرية بس أفون أنت عم تتعذب. لذلك الصدق هو اللي بيريحهم، وأنا بعطيهم إياها لأن بقول لهم أنا وين وصلت. سلمى غدار يونس، ملكة جمال سابقة، هل تخافين من العمر؟ الحمد لله لهلأ عمري صار منيح، يعني مني صغيرة أبداً. ابني الكبير بدي أقول أنه عمره
48 49 الله يخلي لك. هل تخشين أن يحد العمر من أفاقك؟ عم بنتبه كثير لما خلي هالفكرة تسيطر علي. أين حدود أفاقك؟ بعد عندي كثير بعد بدي شيء أعمله، بس الله يعطيني العمر ويركز الإيمان والعقل فينا، يركز الإيمان والعقل فينا. هل تقرأين؟ دايما، لأن القراءة تصنع وجودا وحياة. اخترنا لكم من هاشيت طنطوان إصدارات جديدة تستحق القراءة، إحداها فرس العائلة، وهو رواية للكاتب الفلسطيني محمود شقير، يتأمل فيه في التاريخ الروحي لعشيرة من البدو في فلسطين، ويرصد الميثولوجيا الشعبية وما تشكله في صياغة أرواح الناس ومخاوف الناس وأفراحهم وأحزانهم وأحلامهم. وإصدار آخر من نوفل التابعة أيضاً لدار هاشيت أنطوان ويحمل عنوان منصب شاغر للكاتبة البريطانية جي كي رولينغ صاحبة سلسلة هاري بوتر. وتحمل الكاتبة القارئ في هذه الرواية إلى عالم خارق تحلق فيه من دون قيود قبل أن تعود وتنزل به إلى القاع، حيث هناك أيضاً عالم يستحق الاكتشاف. الأديان حوار، وحوار الأديان لغة لا يجيدها إلا من امتلأ من جوهر، وحوار الروح سمة لا يتقنها إلا من ارتقى إلى مستوى الإنسانية. استراحة ونعود. الدكتورة سلوى هي عابدة متنسكة، بنت إيمان راسخ وقويم ينبع من صميم القلب والعقل، وهو سمة الحرية. وكلما قيلت فيها الكلمات الحسنة والآراء المفيدة تراها تزداد تواضعاً وانكساراً وانسحاقاً، لأنها ترى في التكريم ضعفاً لشخصها. لماذا؟ لأنها تعتبر إن التكريم هو من الله. بسبب أعمالها الإنسانية وإيمانها القوي بالله والعطاء المستمر بالسر قبل العلن، ومنها هذه الحفلة التي وهبتها لتثبت أن الخير أقوى من الشر وأن البقاء للأصلح. هذه هي براءة اختيار الدكتورة سلوى سفيرة للحوار في العالم، وهي براءة نالها فقط حتى اليوم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتم، وقد طلب منه رئيس جامعة دار الحكمة الكندية أعلمه بمنح الدكتورة سلوى هذه الشهادة، فرحب بانضمامها إلى المنظمة العالمية. بعد هذا الفاصل نعود إلى ضيفتنا سلوى غدار يونس. آراءكم تهمنا أصدقائي المشاهدين، تواصلوا معي عبر موقعي التويتر على عنواني الخاص ريكاردو آر كرم، وعبر الفيسبوك على صفحة كرم ريكاردو. نستقبل في هذا القسم فضيلة الشيخ القاضي الدكتور يحيى الرافعي الرائد، هو أيضا في حوار الأديان والثقافات، ويربطه بضيفتنا الهم الواحد، وهو هم الانفتاح على الآخر. سلوى غدار يونس، تتقنين حوار الأديان،
وتجمعين في صومعتك الصغيرة كل الأديان، صور القديسين والإنجيل والقرآن والكهنة والشيوخ والمفاتي والبطاركة والمطارنة. من أين تستمدين هذه القدرة على الانفتاح على كل الأديان في زمن الانغلاق الكبير أينما كان؟ كل هالأديان مرجعها واحد هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا فخورة أن نكون لكل الأديان السماوية، لأن نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم بآيته بسورة البقرة بيقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا الإسلام: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مين الكافرين؟ بدي وصلك لهالكلمة. الكفار هم اللي بيفرقوا الأديان. نحن مرجعنا القرآن الكريم اللي هيدي نحن ماشيين مثل ما الرسول وصى بالكنائس، لما الواحد بيمرق قدام كنيسة يلقي التحية ويمشي، وصى بالمحبة، وصى باحترام كل الأديان، بالاعتراف بكل الأديان واحترامهم، ما وصى بالتفرقة. لذلك نحن حاملين رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، تعرفت لضيفتي في أكثر من مناسبة، ولا سيما في مؤتمرات حوار الأديان، التقيت مرتين أو ثلاث مرات ووصفت بسيدة التاريخ. لماذا هذا الوصف على سيدة بالكاد تعرفها؟ عندما التقيت بالسيدة الفاضلة سلوى غدار يونس، فوجئت بالشخص الذي موجود في عقلي ونفسي وقلبي، والذي كنت أنشده دائما أن يكون في مجتمعنا أكثر من واحدة مثل هذه السيدة الفاضلة الشرقية العربية اللبنانية المسلمة المميزة بعدة صفات، كما يقال في القانون شكلا وأساسا، شكلا ومضمونا. فهي إلى جانب حسن صورتها وخلقها تتمتع بعقل راجح وهو من الله عز وجل، وتتمتع بملكات مكتسبة بحسن تربيتها وبحسن جهادها وعملها وخبراتها. ولمست فيها أولا وأخيرا الإيمان المطلق بخالق الكون الله رب العالمين، والتزامها الديني وممارساتها وألفاظها التي تدل على الإيمان العميق وترددها دائما مع القرآن الكريم، ثم بتطبيقها لهذه الآيات والوصايا الموجودة في القرآن الكريم والتي تكررها دائما. وانطلاقا من الآية التي تحفظها جيدا وتطبقها عمليا، مبدأ الحوار مع أهل الشرائع الأخرى، لأن الدين واحد عند الله ولكل الناس، ولكن الشرائع الطرق مختلفة طبعا، وهو قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله عز وجل ولهم كتب سماوية، وواجب على كل مسلم أن يؤمن بها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الآية التي تدعونا إلى الحوار بل تأمرنا به بعقل
وفهم وانفتاح، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا المبدأ الأساسي الذي نزل منذ 1400 سنة وطبقه كثير من أسلافنا السابقين، كانوا في مجتمعهم سعداء وكانوا مع الآخرين متفاهمين، وهذا المبدأ يجب تطبيقه من جديد بروح جديدة بعقلية جديدة. وجدت في هذه السيدة المميزة التي أيضا عندها خبرات كثيرة تلاقي بيني وبينها في الأفكار والأعمال والأمور التي تجمعنا أكثر مما تفرقنا. إطار آخر يجمعكما يتجلى في دعم الأيتام والأرامل والمساكين من دون النظر إلى دعم. وهذه الإرادة طبعا رائعة، لكنها غير واقعية في عالم يسأل عن المذهب قبل الكفاءة. فمن أين استمدت سلوى غدار يونس كل هذا الانفتاح؟ نريد قراءتك فضيلة القاضي الشيخ، وأنت رافع شعار فيها منذ البداية. تجد إشارة إلى أنك أنت رافع شعار لبنان يحلق بجناحيه المسيحي والإسلامي. نعم، وإذا أصيب جناح وقع الطائر يجب أن يحلقا معا. صح. لبنان بتركيبته المميزة لا بد له ولا بد لمواطنيه أن يكون هناك كما قال البطرق الراعي شراكة ومحبة. لازم بإرادتنا وغصبا عنا أن نفهم بعضنا ونتفاهم مع بعضنا ونحب بعضنا، لأننا نحن شركاء في هذا الوطن، وحب الوطن من الإيمان بكل طوائفه وبكل مذاهبه. نختلف في السياسة ولكن بالنهاية نحن نضحي من أجل الوطن. وهذا الذي لمسته في هذه السيدة عندما كنا نجتمع ونتحاور ونتكلم ونلتقي مع النخبة من كل الطوائف والمذاهب في لبنان، من هنا يبدأ الحوار، لأن التلاقي يكسر هذا الجدار وهذا الوهم الذي بيني وبين من يخالفني في الدين أو في المذهب أو في الرأي أو فيه. عندما يراني وأراه ويسمعني وأسمعه نتقارب أكثر. سلوى غدار يونس تلتقين مع فضيلة القاضي الشيخ على مبادئ تقريبا نفسها. أنت شيعية وهو سني، والجميع يعلم كيف تغلي المذهبية في العالم بين أهل السنة والشيعة. ماذا تقولين الليلة باسم حوار الأديان إلى كل من يرفع الدين شعار تناحر بجملة واحدة إذا في مجال؟ يخافوا الله، ما في سنة وشيعة، في إسلام، وإنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وأن تؤمنوا وتتقوا يأتوكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، وأن تبخلوا وأن يسألكموها فيحفكم فتبخلوا ويخرج أدغانكم، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فمنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء فيستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. مش البخل بالمال، والبخل بالتقوى، إنه الإنسان التقي ما بقول لا مسيحي ولا يعني سني وشيعي، هيدي حرام عند الإسلام تنقال. كلنا قرآن واحد، كلنا قبلة واحدة، كلنا دعاء واحد، كلنا منروح مكة سوا، حرام. هيدي فتنة غربية عم تلعب بين الإسلام، بس الجهلاء اللي عم ياخدوها، الناس اللي عندهم عقل وعندهم فكر وعندهم إيمان وعندهم مخيفة من الله أكيد محيينا من فكرهم ولا بحبوا يسمعوها، ونحن منهم. فضيلة القاضي، ماذا تقول بدورك؟ أقول بدوري أنه لا فرق بين السنة والشيعة، إنما هي مذاهب فكرية وعقائدية بسيطة، خلافات بسيطة، لا
يوجد خلافات عميقة. السنة والشيعة هم مسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضيلة القاضي الدكتور الشيخ يحيى رافعي، شكرا لهذه المشاركة القيمة. عفوا. تكلمنا كثيرا، تحدثنا بأشياء كثيرة، بماذا تختمين؟ بختم بدي اترحم على أهلي اللي عطوني هالصفات اللي هن فيهم اللي ورثتها منهم. بدي أشكر جوزي اللي عطاني مجال أني انطلق هالانطلاقة الواسعة، لأن هيدي كمان بتاخد من حقه، لأن هو أكيد أنا عم بتركه وبروح وبجاهد وبركض لأخدم الغير، لأخدم الإنسانية، لأخدم بلدي. هيدي كمان بدي أتشكر جوزي اللي فتح لي المجال، وبدي أتشكره إنه هو نجح معي بالحياة، ونحن صرنا 50 سنة مجوزين وأكثر، وبعدنا منحب بعضنا مثل قبل، وبحس إنه هو كل شيء بحياتي هلأ. وبدي أقول له إنه الله يطول عمره ويخليه فوق راسي، ويخلي لي أولادي يضلوا عندهم بي وعندهم أم يضلوا مبسوطين فينا، لأن أحلى مرحلة بحياتي كانت لما كنت أقول يا ماما ويا بابا. أستاذ بغداد يونس، أهلا وسهلا فيك. أصدقاء المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة وعلى وفائكم. نلتقي في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.